شكرا دولة الرئيس على هذه الفرصة وعلى مبادرة التواصل الأسبوعي مع الإعلام، ده شيء طيب. أنا أظن أن ده هيقضي على جزء كبير جدا من المشاكل اللي كنا بنعاني منها في فترات ماضية. عندي ثلاث استفسارات من السبعة. الاستفسار الأول، حضرتك قدمت أرقام مهمة حول العملات الأجنبية والمستقبل وأن احنا تعدينا الأزمة الكبيرة اللي كانت موجودة. سؤال المباشر، هل الفترة المقبلة في ضمانات حقيقية باستمرار تدفق الدولارات بحيث لا نعود إلى المرحلة الماضية؟ ومرتبط بده جزئية الأموال الساخنة، هل نحن منتبهون بما فيه الكفاية حتى لا يتكرر ما حدث في بعد أوكرانيا وخروج 22 مليار؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا تحدثت عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج اقتصادي مصري وليس للصندوق. نعم، الصندوق لا يفرض علينا شيء، لكن نحن الذين نختار سياسات معينة. سؤال في هذه الجزئية، هل هناك موائمة ما بين استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ضروري جدا للاقتصاد المصري وبين التبعات التي سيتحملها المواطن؟ هذه نقطة. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالدعم النقدي، حضرتك تفضلت وقلت أنكم ستحيلونه للنقاش في الحوار الوطني قريبا، هل هناك نية حقيقية لتطبيقه أم مجرد دراسة فقط؟ وإذا اتفقنا على سبيل المثال أو إذا توصل المتناقشون أو الحاضرون إلى الموافقة على هذا الأمر، كيف يمكن الموائمة ما بين تطبيقه لصالح الاقتصاد وفي نفس الوقت أسعار التضخم؟ هل لدينا آلية معينة تستطيع أن تعوض المواطن الذي كان يحصل على سبيل المثال أرغفة خبز أو سلع تموينية معينة بأسعاره ثابتة في المستقبل بهذا الأمر؟ لأن هذه نقطة أنا أظن ستكون شديدة الأهمية. شكرا جزيلا. طيب اسمحوا لي يعني أخذ ردود سريعة على ما أثير في هذا الموضوع. اللي أثير يعني بصفة عامة الضغط على المواطن وإمتى سنجني الثمار. الحقيقة اللي أنا عايز أقولها، إحنا يعني بتبقى دايماً في فترات تواريخ الأمم بتبقى فيه يعني طلعات وطفرات ويعني وأزمات. الفترة اللي إحنا فيها أزمات يعني، وانا هقولها ويمكن بسجلها قدام حضراتكم، هيبقى بيتكتب في التاريخ زي ما احنا كنا كلنا بندرس ان العالم شهد ازمه عالميه في فتره ما قبل الحرب العالميه الثانيه والصراعات، ودي غيرت من تركيبه العالم اللي احنا فيه دلوقتي. هو كده اللي احنا فيه دلوقتي، دي مرحله بتشهد تغيير كامل للعالم كله بكل الصعوبات والاقتصادية اللي موجودة والسياسية والجيوسياسية اللي حضراتكم شايفينها. وبالتالي يعني قدرنا ان في هذه المرحلة ان انا احافظ على المركب وان البلد تفضل موجودة ومستمرة في ضوء حجم هائل من التحديات والأزمات فوق ما يمكن اي حد يتخيله. لأن أنا ممكن أقعد أتكلم مع حضراتكم بتفاصيل أرقام الواحد بقى حافظها كظهر الغيب في كل ملف لو حضراتكم عايزين أتكلم معاكم. فبالتالي النهاردة إحنا كدولة الحمد لله إن الدولة مستقرة والدولة موجودة والجيشها وشرطتها قدرت تحافظ على الاستقرار الداخلي والخارجي والدولة مأمنة مواردها، ده نعمة كبيرة جدا 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 إحنا موجودين فيها. الشيء الوحيد اللي مؤثر على المواطن هو الأسعار. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لأن السلع الحمد لله تجاوزنا الأزمة، وزي ما قلت لحضراتكم لما هنحل إن شاء الله مشكلة الأدوية في خلال الشهرين ثلاثة الجاية مش هيبقى فيه يعني أزمة نقص لأي سلعة، وبالتالي هيبقى الشيء الوحيد هو الأسعار، إزاي نظبطها ونثبتها عشان المواطن ان هو يقدر يشعر بقى ان الامور ابتدت تستقر، وبالتالي كل ما هيزيد دخله والامور تتحسن كل ما هيشعر ان في نوع من الارتياح والاريحيه. ودي كانت يعني بمنتهى الامانه اتحققت قبل ما كانت مجموعه الازمات، او كانت اتحققت جزئيا في بعض الحاجات قبل ما الازمات الخارجيه دي كلها نواجهها. لكن بصوره واضحه ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم استقرار الأوضاع على مدار العام الحالي اللي احنا فيه كعام مالي، وبالتالي احنا رؤيتنا كدولة
احنا شايفين ان شاء الله اذا استمرت الامور بهذا الشكل نهاية 25 هنلاقي التضخم رجع تاني الى اقل من 10%. ده بالنسبة لي هيبقى خلاص الدولة تبدأ بقى الامور تهدأ تماما، ويبدأ فعلا المواطن يبقى شاعر مع استمرار المعدلات الموجودة وارتفاع النمو الاقتصادي وفرص العمل اللي موجودة وكل الكلام ده، هيبقى المواطن فعلا يشعر ان ابتدت الامور تتجه في الشكل او النصاب المهم. وبالتالي فكرتنا في ان احنا نشتغل مع الصندوق وكل الكلام ده، يعني انا عايز اكد لحضرتك استاذ احمد واستاذ مصطفى، احنا حاطين طبعا بالتاكيد رؤيتنا ان نهايه هذا البرنامج اللي هي هتبقى نهايه 26 ما نامله ان ما نبقاش محتاجين ان ندخل في برنامج اخر مع الصندوق. ده اللي انا باكد عليه، وده شغلنا كدوله على هذا الموضوع. ففي ضوء يعني انا عايز اكد لحضرتك البرنامج اللي كان خلص قبل أزمة كورونا، احنا كنا خلاص ما جددناهوش ولا رحنا للصندوق ولا طلبنا برنامج آخر. احنا لجأنا مع تعاقب الصدمات الكبيرة جدا ان احنا يعني رحنا البرنامج مع الصندوق علشان هذا الموضوع، ولكن كنا خرجنا من البرنامج وتوقفنا في مرحلة ما، ولكن يعني للأسف الظروف يعني بقت موجودة هي اللي خلتنا ان احنا نروح لبرنامج آخر مع الصندوق. وبالتالي احنا كل هدفنا ان هذا البرنامج ان شاء الله يكون هو البرنامج النهائي، وعندنا هذه الرؤية كحكومة ان احنا نتحرك في هذا الشأن ومحضرين لهذا الموضوع. بالنسبة لموضوع التربية والتعليم، بالفعل السيد وزير التربية والتعليم عرض إجراءات وبدأها النهاردة مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات لموضوع ازاي يحل الكثافات الكبيرة جدا اللي موجودة في مراكز بعينها في المحافظات اللي بيصل فيها عدد الطلبة لفوق 200. هقول لحضرتك تحديدا مناطق زي الخصوص والمرج والمناطق اللي هي معروفة كمناطق يعني فيها تكدسات كبيرة جدا، كمناطق غير مخططة أو عشوائيات معروفة بالتحديد فيها هذه المناطق، وحاطت خطة، ويعني احنا ان شاء الله مستهدفين هيطلع يعرضها على مجلس الوزراء، وعرضها علي طبعا في خلال اليومين اللي فاتوا، ولكن هيعرضها على مجلس الوزراء في خلال الأسبوعين القادمين على الأكثر عشان تبدأ تنفيذها قبل بداية العام الدراسي. هدفه من خلالها فعلا أنه ينزل بصورة كبيرة جدا من خلال الاستفادة من المدارس القائمة بالفعل. أنا عايز أقول لحضراتكم يعني في مدارس كثيرة جدا مشكلتنا جواها أن في مسطحات مش مستغلة خالص، فبالتالي دي ممكن تضاف كفصول إضافية. بعض المدارس أصلاً يعني حجم تردد الطلبة عليها ليس بالصورة الكافية، فنقدر إن إحنا يبقى عندنا منورة بطرق معينة إن إحنا أدخلها معايا أيضاً الخدمة. هناك العديد من الأفكار اللي طرحت، أنا طلبت منه يضع الخطة التنفيذية بالكامل بتفاصيلها علشان يعرضها على المجلس بحد أقصى أسبوعين عشان تعلن اللي شغال فيها فعلا على الأرض النهاردة، مدير المديريات مع المحافظات، بحيث نطلع بهذه الخطة ونعلنها عشان يبقى المواطن عارف هنحل هذه المشكلة على الأقل في المناطق الساخنة إزاي قبل بداية هذا العام. فدي النقط اللي أنا حبيت إن أنا أقولها. بالتأكيد كلنا بنشيد بمدى تحمل المواطن المصري للفترة اللي فاتت بالتأكيد، ومجرد إن يعني وتاني أنا بأكد عليها أستاذ مصطفى، إحنا بنبقى متحسبين في كل إجراء بنعمله على إزاي إن إحنا يعني ما نحملش المواطن أعباء زيادة. المواطن مرة أخرى أنا بأكد إحنا بنحاول نمرر جزء من الزيادة. أنا عايز أدي بس لحضراتكم، أنا قلتها وتاني أنا بأكدها، سعر لتر السولار تكلفته على الدولة 20 جنيه. دي تكلفته النهاردة كتكلفة لتر سولار. طب أنا لما طلعت من 10 لجنيه ونص دلوقتي 11 ونص، ما زال هناك 8 ونص فرق. هل أنا مع نهاية 25 حكون طلعت 20؟ قولاً واحداً لا، لا يمكن، هيفضل السولار مدعوم. يعني كل العملية بس هزود حاجات بسيطة محسوبة، لكن هيبقى الزيادة زي ما حضرتك قلت هزود على البنزين، يبقى البنزين يشيل، وهو ده اللي على فكرة كنا وصلنا له في 21. احنا كنا بنحقق ربح من البنزين، وبالتالي الفائض بتاع البنزين بديه في السولار. ده اللي عايز اوصل له مع نهاية 25، هيظل السولار مدعوم وبرقم محترم، ولكن
يبقى الفائض اللي هيطلع من البنزين هو اللي يعوض لي هذا الموضوع. فبالتالي ده اللي انا باكد عليه، دي رؤيتنا لهذا الموضوع. بنفس الطريقه اللي انا هحرك فيها اسعار الكهرباء، هتظل الشرائح الكبيره اللي هي بتاعت محدودي الدخل، وبعد الاربع سنين انا باكد لحضرتك بعد الاربع سنين الخطه هتظل مدعومه، ومدعومه برقم كبير، ولكن هيبقى اللي بيغطيها الفئات الاخرى والاستخدامات الاخرى، حاجات زي التجاريه، الحاجات التانيه هي اللي تعوض الفاتوره بتاعه المواطن البسيط في الكهرباء وبعد اربع سنين. يعني هيظل دائما هناك دعم لهذه الفئات، ودعم ليس بالقليل، ده هيفضل. يعني انا هقولها لحضرتك النهارده، الكيلو وات ساعه بتاع الكهرباء بيكلفني كدوله 223 قرش. النهارده الشريحه الاولانيه اللي هي بتاعه المواطن البسيط 58، بيدفع 58 قرش عليها. بعد اربع سنين عمري ما هطلعه لل 223، مش هيحصل، هيبقى بيزيد حاجات بسيطه، ولكن هحاول ان الزياده كلها على الشرائح الاخرى الاكبر والحاجات الاخرى، بحيث الاثنين يعملوا توازن. ولكن عمري ما هقدر ان انا اطلع بهذا الموضوع، لازم هيظل البعد الاجتماعي موجود. هنتدخل ببرامج حمايه اجتماعيه اخرى، وارد جدا انها في خلال الفتره الجايه لو لقينا ان في مشكله وعايزين ان احنا نتدخل، زي ما عملنا الحزم اللي عملناها بزياده مرتبات والكلام ده كله. ولكن لازم ناخد بالنا ان احنا لما بندخل ونعلن كدوله كزياده مرتبات، انا بتكلم بقى على فئه موظفي الدوله. موظفي الدوله يعني ارجو من حضراتكم، ولازم نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع، بيمثلوا قد ايه من قوه العمل. النهارده قوه العمل الحقيقيه هي موجوده في القطاع الخاص، وبالتالي بيبقى نوع من مش عايز اقول الصراع مع القطاع الخاص، ان لما بحط الحد الادنى هو بيقول لي ما هو ده بيلقي عليا انا اعباء كبيره جدا، وبيبقى بيقول لي انا ما اقدرش ان انا اطبق هذا الحد الادنى مره واحده. فبنبقى نوع من التوازن مع القطاع الخاص عشان ما يقفلش، ما هو برضو في الاخر كل ما بتحصل هذه الزيادات ما هو بيقول لي انا هحملها على المواطن، انا مستعد ازود المرتبات، لكن في الاخر السلعه اللي انا بطلعها كمنتج هحملها كل الكلام ده. فبالتالي لو انت عايز نطلع مره واحده بالمرتبات، اقبل ان السلعه اللي انا بنتجها كقطاع خاص هي كمان هترتفع اسعارها بصوره كبيره، ما هو في الاخر هتضر المواطن. فبتبقى موائمات بنتحرك فيها علشان في الاخر هي، يعني معلش يا جماعه، هي نظريه اواني مستطرقه. فبالتالي ببقى لازم ان انا اتحرك في هذا الشان مع حضرتك، ودي رؤيتنا عشان اجاوب على موضوع مستقبل قطاع الاعمال وشركات الدوله. الإدارة الرشيدة بتزود وبتعظم الأصول، وبالتالي إحنا شايفين في قطاعات لازم الدولة هتفضل موجودة فيها وبقوة. يعني أنا لسه كنت بتكلم مع وزير قطاع الأعمال الجديد امبارح على موضوع قطاع زي الغزل والنسيج، ده لازم يفضل. إحياء النصر للسيارات، الشركات بتاعة الأدوية اللي تابعة لقطاع الأعمال، مفيش مستهدف عندنا خالص إن أنا أبيع هذه الشركات والأصول، ده لا يمكن. بالعكس، أنا كل اللي أنا بقوله إزاي النهاردة الشركات دي بتطلع لي المبلغ ده، تطوير والإدارة بتاعتها تخليها أنها تطلع أضعاف أضعاف. وبالتالي أنا بأكد الدولة ستظل في قطاعات استراتيجية كتيرة جدا 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 هي اللي موجودة، لأن ده وعلى فكرة ده مش غلط ولا الكلام ده موجود حتى في الدول الرأسمالية بتعمل هذا الموضوع، عشان بس ما يثرش أنه يعني لا لا لا، حتى في دول يعني حضراتكم دول زي فرنسا اللي هي النهارده هذا الموضوع القطاع العام موجود بقوه، لكن هي الفكره كلها ازاي اديره صح. وعايز اقول لحضرتك يعني الموضوع مش المشكله مش عايزينه يبقى مربوط بوزير ناجح ووزير مش ناجح، لان هيبقى الخطوره ايه؟ ان جبت وزير كويس قدر انه يعمل الشغل، مفيش وزير مخلد. طب هيمشي لو ما فيش منظومة كويسة للإدارة والكفاءة، هنلاقي الوزير اللي بعده الموضوع رجع نزل تاني. يبقى إذا ما كانش في منظومة صح محطوطة بغض النظر عن مين الفرد اللي موجود، يبقى أنا ما عملتش حاجة. فبالتالي عشان كده كانت الفكرة كل ما بحط يعني وكل على فكرة حتى الدول الاشتراكية الكبيرة حضرتك عارف روسيا ولا الصين دخلت في شراكات مع القطاع الخاص وطورت منظومة إدارة شركات الدولة عشان تضمن إن الموضوع ما يبقاش مرتبط بشخص موجود. ف
فالنهاردة إحنا لما بنقول نعظم من أصولنا إن أنا أدخل في بعضها ليصلح بالشراكات مع القطاع الخاص، القطاع الخاص بيبقى همه إن المنظومة دي تشتغل بكفاءة، يحقق أرباح، يحقق عائد كبير، وبيضمن الخدمات دي تبقى موجودة بسرعة عالية جدا. طب أنا كمستفيد كدولة، أنا طالما هو موجود معايا كشريك في إدارة هذا الكلام هيبقى بيحقق لي الهدف ده، أصولي موجودة بتشتغل صح، بتجيب لي عائد، بتشغل ناس، فرص عمل، أنا مش عايز أكتر من كده. ويبقى من العبث وأنا أقول خيانة الأمانة ساعتها إن أنا أبيع حاجة زي كده ليه؟ طالما إنها ناجحة وقادرة إنها يعني تحقق العائد من الدولة. فده اللي أنا بأكد عليه، الموضوع مش عملية بيع بقدر ما هو إن أنا عايز أعظم من الاستفادة من هذه الأصول.